جدا. معنا على التليفون اللواء اركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق. اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. تاثير ما يحدث على ما يحدث في منطقه البحر الاحمر على امن المنطقه، وايضا كيف يمكن ان يؤثر ما يجري في البحر الاحمر وما يفعله الحوثيون في البحر الاحمر على ايرادات قناه السويس وايضا على مصر بشكل عام. تحياتي لحضرتك وكل المشاهدين في كل مكان، وعشان بس ما نتوهش منا البوصله نمسك الموضوع من اوله واحده واحده. نعم. ليه الحوثيين بيعملوا اللي بيعملوه ده دلوقتي؟ هل لو كانت العمليات بتاعت اسرائيل في غزه توقفت، هل الحوثيين هيستمروا في هذا؟ اعتقد لا. كل ده لان ومصر حذرت من الاول ان الامور قد تفلت، قد تخرج عن السيطره. النهارده الحوثيين خروج عن السيطره، حزب الله خروج عن السيطره، في العراق خروج عن السيطره، كل الناس، العالم نفسه، بس كل واحد بيعبر بطريقته. نعم. سواء في عواصم العالم او في اقليمنا كله بيعبر عن، لان اللي بتعمله اسرائيل يفوق اي تصور، ما حصلتش قبل كده مثل هذا التجاوز ضد المدنيين وفي صمت عالمي ملوش مثيل. نعم. ده رقم واحد. رقم اتنين، طيب اذا كان يعني التطورات اللي حاصله او التوترات اللي حاصله في البحر الاحمر ازاي ممكن تاثر على مصر؟ انا جاي لحضرتك اهو دلوقتي. ايه الحوثيين بيعملوا ايه من هناك من اقصى الجنوب؟ كل اللي بيعملوه واعلنوه تماما هو التعرض للسفن اللي داخله على ميناء ايلات اللي رايحه اسرائيل تحديدا. ما لهمش علاقه اطلاقا باي حاجه ملاحه في البحر الاحمر ومعديه من قناه السويس بعيدا عن اسرائيل. اذا الهدف هو التعرض للمصالح الاسرائيليه، ده رقم واحد او رقم اثنين تحديدا. نيجي بعد كده، طب ايه اللي بيحصل؟ هيأثر على قناة السويس بعد اللي قاله سيادة الفريق أسامة ربيع، ماليش تعليق يعني، لأن هو فعلا على المدى البعيد جدا قد يحدث، إنما كل اللي أعلنته شركات الملاحة دي ما هو إلا عمل مؤقت، وإلا خسائرها تتعرض كتير. لا. إنما في هناك ضغط صهيوني من شركات التأمين اللي كل أموالها يهودية، بيضغط بالشكل ده لأنهم عارفين مفيش حد يتأثر غير الكام سفينة اللي داخلة لإسرائيل، مفيش حد تاني يتأثر إطلاق. إنما ده نوع من الضغط على العواصم أو المتخذ القرار العالمي إنه يتدخل بسرعة ضد الحوثيين عشان يمنعهم من التدخل ضد إسرائيل، فعشان يكبروا المشكلة أكتر. الاربع شركات دول، او اذا كان في شركه خمسه، اعلنوا ان هم هيغيروا خط سيرهم. كل الكلام ده ضغط على امريكا، ضغط على الدول اللي هو التحالف الدولي لحمايه الملاحه، اللي هي في عندنا ثلاث مجموعات. امريكا مش محتاجه تعمل تحالف جديد، ده في تحالفات اكتر من 30 دوله، منهم تحالف مخصص لباب المندب وللبحر الاحمر. هل هذا التحالف ممكن يتدخل؟ طبعا، ما هو دي مهمته ومش محتاج، ورغم هذا امريكا بتعمل تحالف بس جديد. بس هما لغايه دلوقتي ما فيش تدخل، بالعكس واخدين موقف دفاعي بحت. تمام، يعني ممكن يتدخل بقرار، يعني القرار لو قالوا اتدخل هيتدخلوا، انما امريكا دايما قبل ما تعمل اي تصرف لازم تشرك العالم كله وتخلي الكل يتحمل التكلفه، فبتحاول تعمل تحالف جديد عشان خاطر يؤمن، كما لو كان الموضوع يعني خرج على السيطره، مع ان التاثير صغير جدا وضد اهداف محدده. السفن المتجهه الى ميناء ايلات الاسرائيلي، فاذا هناك ضغط من شركات الملاحة ومن شركات التأمين لصالح إسرائيل بأنه هو بيهدد أنه هو هيكبر. ما هو لا يخسر، إنما الضغط ده واضح أنه هو ضغط لصالح إسرائيل، ضغط لكي تتدخل المجموعة الدولية بسرعة ضد الحوثيين لتأمين السفن المتجهة إلى إسرائيل، مش عشان يهددوا يأمنوا الملاحة في البحر الأحمر أو الملاحة المتجهه الى اوروبا او الى امريكا من خلال قناه السويس. فهنا واضحه جدا ايه المطلوب وليه كل اللي عاملاه هذه السفن، او اسف مجموعات اللي هي بتاع الشركات الملاحه.
فالهدف هو تأمين السفن الإسرائيلية بالضغط على متخذ القرار في التأمين اللي هي أمريكا والدول المشاركة في المجموعة البحرية للتدخل الفوري ضد الحوثيين لمنعهم من تهديد السفن أو المصالح الإسرائيلية. فكل اللي بيحصل ده ليس موجه لا لقناة السويس ولا لمصر ولا لأي دولة في العالم بخلاف إسرائيل. أشكر حضرتك اللواء أركان حرب نصر السالم رئيس جهاز الاستطلاع السابق، كنت معنا في مصر جديدة.